كنت كنعطي يعني هذاك الشيء من الصغر وكل شيء صراحه انا ما تعلمت حاجه لا طبخ ولا الا ميك اب يعني هذا يعني قريتها من غير كل شيء داك الشيء ما يعني تعلمتوش يعني كتربحي شنو هذاك هذاك يعني بوزيتيفيتي ديال الناس اوه شكرا بزاف اوه هاد ادفايس اللي عطيتيني هاد كونساي اللي عطيتيني انايا درتها ماكش ولا درتها اللي تبعت النصيحه ديالك اكزاكتلي وانا اوه انا كيعجبني الحال فمثال او زوينه هادي حتى انا كتعجبني يعني هادشي غير معنوي وهذا الشيء الفلوس اوكورس انا غادي نقول لك كل شيء في الاول الموديل ديالك البيزنس موديل ديالك شو لا انا كيفما قلت نيتي انا دخلت غير هكذاك جاو ناس اللي عندهم بيزنس انتربرينور وداك شي بيزنس كوما حتى هما بغاو يعني ملي كتكون عندك فولورز بزاف كتكون عندك داك بلاتفورم فين كتبيني يعني عندك داك بوفوار باش تبيني هذاك انا في الاول كنت صراحه فابور وكنت كنبغي الناس اللي مساكن يلا بداو كونفينمو مره مسكينه عندها المسؤوليه كتبغي تبان وما عندهاش فولورز بزاف تنقول علاش لا سو هادشي كنت كنديرو بزاف مي او تاني كترت بزاف ولا باج ديالي غير كنتي من الفابور لا ماشي فابور معليش معليش الناس تيقول اه او تاني فهمتي تيبقاو يدوز ستوريات لحقاش غير ادز يعني بوبليسيتي بزاف مي انا فرحت لي حيت كنت كنعاونهم مي عاوتاني فالوج اللي كيتفرجوا ما بقاوش كيبغيو يتفرجوا ما بقاوش كيلقاو داك المحتوى اللي النهار الاول تابوناو على وديك الوقيته بصح كانوا بزاف ديال الناس رجعوا جوستمون كيعيبوا فيك هادشي هذا نوع الاشهارات بزاف يس يس وانتي انا ربي اللي عالمه انك كتبغي الخير ديري وهذا مي ابري من موراها كانوا كيجيو عاوتاني شركات كبار إياك يعيطوا عليك إياك يجيبوا الكونترا على حسب فيها شهر فيها شهرين مهم تيا شوفي شنو بغيتي ديري فيها الفلوس صراحة ما عاوتين كل شيء منك انتيا أو منك انت واش بغيتي ديرها ولا ما ديرهاش واش كتآمن بدك برودوي ولا ما كتآمنش به واش بصح داك الشيء اللي تيقولوا بصح فعلا سامارس ولا ماشي بصح وانا من دوك الانسان اللي نفضل ان نعطي شي حاجه اللي كاينه على الفلوس صراحه وفاء بغيت نرجع معك لواحد النقطه اللي هي زوينه قلتيها قبيله ان في الوقت اللي كنتي في السويد كنتي كتساعدي الاصدقاء ديالك ربما باش يحلوا المشاكل ديالهم ربما دوك الاصدقاء ديالك في السويد ولكن الاصدقاء ديالك في المغرب واش نفس النصائح يقدروا يحتاجوها اوف كورس كيفاش نفس يعني النصيحه اللي غتعطي في السويد بحالي في المغرب لا واش نفس الفئه لقيتي المستهدفه واش نفس المشاكل يعني مثلا واش نفس المشاكل اللي عندهم لقيتيها نفس المشاكل اللي كاينه هنا واش هادشي طلب منك دراسه شويه ديال البحث ولا فقط التجربه ديالك ولا اكسبيريونس ديالك لا ما كاين لا بحث لا والو حيت انا راه ماشي بروفيشنال كوتش ولا شي حاجه وماشي سيكولوج يعني هذا كندير بالفرحات لي انايا ولكن انا مثلا ملي شفت القناه ديالك في اليوتيوب لقيت نصائح المقبلات على الزواج البنات اللي بغاو يتزوجوا ولقيت فيديو العلاقه ما بين الطفل وما بين الاب ديالو هادو كامل شي حوايج اللي كيدخلوا في لا بسيكولوجي كيدخلوا في الكوتشينغ